نشطاء حقوقيون ومواطنون كل في موقعه، تقع على عاتقنا مسؤولية تغيير هذا المجتمع إلى الشكل الذي نرضاه. ضيفنا اليوم هو الناشط والحقوقي من مركز سي أم سي للإعلام المجتمعي الأستاذ حسام العيسوي، ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة للحديث حول حملة ادعموهم بالحق. أهلا بك أستاذ. حملة ادعمونا بالحق بدأت الحملة في 16 كانون أول عام 2021 ضمن مشروع المساواة على أساس النوع الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كياني. حملة ادعمونا بالحق تتناول الحملة مشروع قانون الخدمة المدنية والعريضة الرسمية التي تم تسليمها للجهات المختصة في الحكومة تسعى إلى تعديل مواد في قانون الخدمة المدنية الجديد لتضمن وصول النساء والأشخاص ذوي الإعاقة لمواقع قيادية في الحياة الفلسطينية العامة. شركاء في مشروع كياني عبارة عن مؤسسات مجتمع مدني قامت بتحضير هذه العريضة وقامت بتحضير اللائحة التنفيذية لتنظيم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام مبنية على قانون الخدمة المدنية وقانون حقوق المعوقين والقانون الأساسي الفلسطيني.